اتصلت من تقول لي أريد بريدك الإلكتروني، فعندنا رسالة نريد أن نوصلها لك. وصلت الرسالة، قرأتها فاحتقرت نفسي، شعرت بالخجل وأنا أقرأ كلمات تلك الرسالة. سجدت لله شكرا أن عندنا مثل هؤلاء الفتيات. إنها رسالة من فتاتين في مقتبل العمر تربين على حب الله ورسوله والبذل للإسلام. تقولان في الرسالة: يا شيخ، باختصار وبدون مقدمات، مشكلتنا أننا بنات لكننا لسنا كالبنات. همنا يختلف عن هموم البنات، همنا رفع راية لا إله إلا الله تحت ظل السيوف. الموت بالنسبة لنا حياة، والحياة بالنسبة لنا جهاد، وأعظم أمانينا الموت والاستشهاد. كيف يقر لنا قرار ويهدأ لنا بال ونحن نرى أطفال المسلمين يقتلون، وأمهاتهم تسبى، وآباؤهم يسحبون ويعذبون ويؤسرون؟ إننا لا نستطيع أن نقف مكتوفات الأيدي ونتفرج كما يفعل الرجال الآن. إن كنتم عرفتم للنوم لذة فإننا لم نعرف تلك اللذة، ننام على أصوات المدافع والطائرات. إننا لا نعيش معكم رغم أننا معكم. ونحن حينما كتبنا لك لا نريد منك رسالة عزاء على مصاب الأمة، ولا نريد مدحا وثناء، لأن الكل منا يعرف نفسه. إنما كتبنا لأننا نريد السبيل إلى الجهاد، وأعظم أمانينا الموت والاستشهاد. لا تقل لنا أنتن نساء، فنحن نعلم، ولكننا نساء بأرواح الرجال، رجال لا يرضون الذلة والمهانة. لا تقل لنا أنتن جهادكن الحج والعمرة، فنحن نطمع بالأعلى، نطمع بالموت في سبيل الله، فأرواحنا أغلى ما يمكن أن نقدمه في سبيل رضا رب العالمين. والذي أنفسنا بيده إننا نتوق للجنان، والذي أنفسنا بيده إننا نتوق للجنان، ونعلم بفضل الشهيد عند الرحمن، ونطمع أن نكون منهم ومعهم. وختموا الرسالة بتوقيعهم أم عبد الله وأم عبد الرحمن.